السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. النهار ان شاء الله نقدم واحد الحلقة خاصة بعدوانية انثى الانب اللي يلاه ولدات، فوقاش كتكون تولي عدوانية، فوقاش ما كتبقاش عدوانية. درت واحد الملاحظات على هاد الانثى هادي، راه يلاه ولدت، انتم كتكونوا تشوفوا الصغار ديالها، راه عند في العمر ديالهم دابا 3 اسابيع، يعني اقل من 3 اسابيع، عندهم شي 17 يوم 18 يوم. المهم ان هاد الانثى يلاه منين يلاه كانت حامله كانت عدوانيه بواحد الشكل ما توقعوش، لان كانت غير الا مشيتي حطيتي يدك هكا كطير عليه. منين ولدت هانتوما الصغار ديالها ما بقاتش عدوانيه، ولات عادي، واخا نبغي نعطيها الماكله ما ولاتش عدوانيه. ولكن لاحظت منين تعشرت عاود، يعني منين عطيتها الذكاء وقلبتها درت العمليه الجص، لقيتها حامله عاوتاني ولات عدوانيه. يعني فوقاش كتولي هاد الانثى عدوانيه بالضبط في مرحله ديال العشر، منين كتولي كتكون عشر، منين كتكون مع الصغار ديالها ما كتكونش عدوانيه. يعني سبحان الله، الله عاطيهم هاد 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 يعني الخوف، كيخافوا على الصغار ديالهم من انك تقرب لهم. اذا هاد الشيء بالنسبه للانثى اللي تعشرت ويعني ولدت وحملت وعاوتاني تعشرت. اما بالنسبه نقولوا بحال هاد الانثى هذه، انتما هاد الانثى هذه راها ما عمرها ما تعشرت، يعني باقي العمر ديالها باقي عاد صغيره. سموقع لي معاها انها هي عدوانيه ديما، يعني واخا تبغي تقرب لها يعني كتقطير عليك، يعني من الصغر ديالها. سمو المشكل اللي وقع لها، وقع لها انها هي كانت في الصغر ديالها كان عندي هنايا شي اشغال، كنا كنديروا شي اشغال، وكان واحد البناء عندي، كان عندي البناء، وكانوا البنايه كيضربوا بالمطرقه، ومهم كاين واحد النوع ديال الصداع. انا لاحظت انها من تما وهي ولات عدوانيه، يعني بحال هذا الشكل هذه انايا غنحاول انني نسمنها وغادي نبيعها. علاش؟ لان هي قبل ما تحمل ولا ولاحظت عليها انها عدوانيه، حرا عاد منين غادي تبغي تعشر ويعني يكونوا عندها الصغار ديالها في المنطقه هذه، انا متاكد انها ما غاديش تكون ام حنون، يا اما غادي تاكل ولادها، يا اما غادي تولدهم على السلك على برا. المهم هي عدوانيه، يعني الا بغيتي تقرب يدك كتبقى طير عليك. اذا هادو هما يعني فوقاش كتكون الانثى عدوانيه، لان هذا المشكل هذا راه وقعوا فيه الناس بزاف، ان كيقول لك انا عندي الانثى ديالي كتلقح ومني كتبغي تولد ها اسمو كيوقع لها، اما كتاكل الصغار ديالها، اما ما كترضعهمش، اما واخا فيها الحليب ما كتدخلش ترضعهم. هذه كتكون في الصغر ديالها يعني تعرضت لواحد النوع من اما ضجيج قدامها، اما الاطفال الصغار كانوا كيضايقوها مثلا بشي عصيه ولا. المهم سبحان الله كتكون خلفه كتخرج فيها وحده عدوانيه من عند الله. انتم ملي تشوفوا شي انثى عدوانيه هكا حاولوا انكم ما تعشروهاش وما تضيعوش فيها الوقت، لان غادي تولي خساره الا بقيتوا متبعينها غادي تكون خساره. اما بالنسبه بحال هذا الشكل هذا، بحال هذا البابيون فرنسي، تبارك الله هذه هي بابيون فرنسي، عندي متوات اخرين راهم زعما صادقين الحمد لله. عندي هذه عاوتاني حتى هي الملاحظه اللي لاحظتها هذا النهار اللي بغيت الفيديو ديالنا، ان فوقاش كتولي عدوانيه ملي كتعشر، ملي كيكونوا الصغار ديالها كاينين في الكرش ديالها. اما بالنسبه ملي كتكون يعني بين الصغار ديالها، سبحان الله كنعطيها يدي هكا ما كتعضني ما والو، هانتوما كما كتشوفوا انا عطيتها يدي ما عضتني ما والو. اما في المرحله اللي كتكون يلاه تعشرت وكتحس براسها حامله، تما كتولي بحال انذار، كتقول لك راني كنخاف على الصغار ديالي اللي كاينين في الكرش اللي في البطن،
يعني كتولي معصبه وكتولي عدوانيه وباغا تعض باغا ما تخليكش كاع تقرب لها. ولكن بالنسبه للصغار ديالها سبحان الله الله عطيهم ديك الملكه انهم ما كي ما يضربوش الصغار ديالهم. ولا مثلا تجي واحد النهار تلقاها عضت شي صغير ديالها ولا بالعكس كتشدو وكتبقى تحس فيه كتبقى تعطيه هي كل الى ها انتم شوفوا نقصت من هنا لهنايا ها انتم وما قاستوش يعني ما زطمرش عليه. يعني هذا موضوع مهم ديال الانثى العدوانيه اللي كتكون فيها العدائيه زايده هذيك احسن تخلصوا منها. هذه لا هذه شوفوا سبحان الله كيفاش كتلحس في الصغير ديالها ها انتم شوفوا كيفاش كدير معاهم انتم ما كتضربهم ما كتعضهم واخا يدخلوا لها العلافه ديالها انتم كما كتشوفوا انتم ها هي العلافه ها انتم راه داخل الى كيبان لكم راه داخل ها هو كي ياكلها من العلافه ديالها ها هو هذا الصغير وكاكما يعني ما ضرباتوش ولا يعني كتضربوا باش يحيد باش يخرج كتخليه حتى يشبع عاد كتاكل حتى هي انتم دخلها في العلافه هو خرج عاد هي تمشي تاكل. اذا الحلقه ديالنا هي استغفر الله اذا الحلقه ديالنا هي هذه العدوانيه ديال الارانب انتما هي عاد مشات كتاكل يعني خلاتو ياكل على خاطرو عاد مشات حتى هي تاكل. اذا الحلقه هي هذه هاد العدائيه او العدوانيه ديال الارانب كتكون يعني سبحان الله كل واحد اسمه عطاه الله. كاين بخطرات كتخرج شي انثى كتقولوا نتوما هذه هي اللي غادي نخصلوا منها ولكن في الاخر كتخرج عدوانيه من عند الله. الانثى اللي كتكون مهدئه ويعني قابله للتلقيح وكتلقح من طرف الذكر ويعني ما دايرهاش تكون مشاكل هذيك ما تفرطوش فيها حاولوا انكم تخليوها هذيك هي اللي ان شاء الله غادي تربحوا منها والمشروع يزيد القدام. اذا هذه هي الحلقه ديالنا ديال هذا النهار. الناس اللي ما شاركوش معنا يشاركوا معنا ما تنساوناش بزر الجيم وتكيو على زر الجرس ليصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.